ألو ألو خيري، بدي أعطيك اسم تتحقق منه. اسم مين؟ ممرضة اسمها عائشة جولدلماز. روح وشوفها إذا كانت ممرضة بهالمشفى. أيوة ماشي، هلا بروح على الاستعلامات. في عندي شغلة صغيرة. يا أولاد جدكم بأمانتكم؟ ماشي عمو، نحن رح نهتم منيح بجده. اتصل بنجيب بأسرع وقت، أنا لازم أحكي معه بشغلة مهمة كتير قبل ما أموت. ماشي سينام بيك، لا تاكل هم. برأيي بلا سيرة الموت هلأ، خاصة قدام أحفادك، ما بصير. يعني جده أنت مصر تخلينا نزعل ونتضايق؟ يلا ولك، أنت ما رح تعترف؟ ها؟ طبعاً قبل ما تقرر إذا رح تعترف أو لا، برأيي خد لك نظرة على هالمسقب شو ممكن يعمل فيك. وفوق هيك تخيل أول ما يبلش هالمسقب يحفر براسك شوي شوي، صدقني رح تحس بوجع ما حسيت فيه بعمرك. يا ويلي أنا ما بقدر شوف هالمنظر. خلص خلص أنا رح أعترف، رح تتوزع الأسلحة لينفذوا عملية اغتيال. عم تقول عملية اغتيال؟ لمين؟ يلا احكي بسرعة ولك احكي. بدهم يغتالوا مدير الأمن العام. أنا رح خبر سيد مزار. ألو سيد مزار. ألو نعم غيس. سيدي هاي الليلة في عملية اغتيال لمدير الأمن العام. مين ما بيكون اللي أعطاك هاي المعلومات كذاب وعم يضحك عليك؟ كذاب وضحك علي؟ إيه؟ مدير الأمن العام هلأ برات البلد، الليلة هاي راح يغتالوا أرالي توركوجو وهو شخصية كردية مهمة. هالحكي مزبوط سيدي؟ للأسف إيه مزبوط. خلوا اللي بين إيديكم يعترفوا لكم بالحقيقة. ولك حيوان؟ والله شاي على بالي أصل لك لسانك قص، لا تكذب علي واحكي لي الحقيقة، قال راح يغتالوا أرالي توركوجو. والله أنا حكيت الحقيقة. لك لساتك عم تكذب علي يا حقير، يلا احكي لشوف. صدقني بدهم يغتالوا مدير الأمن العام هالليلة. يا ترى عملية اغتيال أران لي توركوجو سيد مسار كيف عرف فيها؟ أنت شو رأيك بهالشي؟ والله ما بعرف شي، بس حاسس في إنه بالموضوع وأنا ماني مرتاح بنوب. يعطيك العافية حضرة الشرطي. الله يعافيكي. مرحبا سينام بيك، جبت لك الدواء تبعك. ما شاء الله عليكم شو حلوين. انتو شو بتقربوا لسينام بيك؟ نحن أحفاده. سيدي شو بساوي؟ رح نساوي مثل ما منساوي عطول، رح نمنعهم وينفذوا خطتهم. ايه بس لازمنا عناصر للدعم. خلينا نطلب ليلى وخيري. منشان الله سيدي، بكل هالفرع ما ضل غير هدول الاثنين لحتى يساعدونا بكل مهمة. خيري ماشي، بس ليلى لشو؟ تعرف انه ليلى عمينة بترشاك سيدي. كبر عقلك شوي. شو منساوي بهاد؟ خبر العناصر يجوا ياخدوا. انت نفدت منا، بس ما بعرف كيف رح تنفد من بين ايدين بكهاس. يا ترى رح يعاملك منيح بالسجن؟ ولا رح يذبحك؟ ابقوا حلوها بين بعضكم وتفاهموا. بس ما يكون ممدوح هو اللي رح يخلص على أران لي توركوجو. والله يا سيدي أنا هالمرة إذا بشوفه لممدوح رح أوصه فوراً، ما عاد أتردد بنوب. يلا غيس خلينا نروح على المشفى بالأول. مثل ما بدك سيدي. بترجاكم وقفوا، لا تروحوا، بترجاكم فكوني. اسمعوني، انتوا عايشين بوهم كبير. انا لا مع السي سي كي ولا مع الدولة، انا مستقل وبساوي يلي بشوفه صح. السي سي كي كتنظيم ما بيمثل كل الشعب الكردي، ولاني عم بحكي هالحكي
تنظيم السي سي كي هددني، بس ما رح يقدروا يخوفوني بنوب. أنا رح أبقى ماشي بطريق الحق حتى لو أخذوا روحي، ورح ضل أقول الحقيقة لموت. ولحتى وصل مطالب الشعب الكردي بالشكل الصح بدي فوت على المجلس، وأنا بوعدكم طالما عزمونا على الحفلة لو كلفني هالشي حياتي، وبطلب نحن لازم نروح فورا يوقفوا جنبي ويصوتوا لي بالانتخابات. جهزتوا كل سجلات المرضى؟ عم نجهزها سيدي. تمام. مرحبا، لو سمحت أنا في عندي سؤال. عائشة كول، عائشة كول شو كانت؟ في ممرضة اسمها عائشة كول دلماز هون؟ ما بعرفه، بس لحظة رح أتأكد. يا ريت لو سمحت. لا والله ما في عنا ممرضة بهالاسم. ما عنكن؟ دقيقة بس، يعني ما عنكن وحدة بهذا الاسم أبداً؟ لا ما عنا. هاتي لي هالملف على مكتبي. حاضر سيدي. نعم خيري. ما في ممرضة اسمها عائشة كول دلماز بهذا المشفى. احتمال تكون عميلة. لازم تديري بالك. ها ليلى، ألو. أنا بدي أعطي إبرة لجدكن هلأ، إذا بتحبوا تطلعوا استنوا برا وبس خلص بناديلكن. طيب ماشي مثل ما بدك. أيمن، نورة. تعال. تعرف إنه جزات الخيانة الموت، وأنا جبت لك سلام من بيكهاس. أنا ما كنت بدي أقتلكن، بس ما ضل في عندي خيار تاني. شفتوا وشي وعرفتوني، وأنا مضطرة أقتلكن. جدو، جدو، جدو. هلا بلشت الحفلة يا سبعي، يلا استعجل. ساعدونا ساعدونا. شوفي ليش عم تصرخ؟ ناديت لك مشان قتلك. يلا اسرع. خلص روح وانا بالحق. ومين يلي رح يحميني لك فهمان؟ يلا خلصني. يعني ما لازم نضل بالمشفى؟ صحتنا منيحة وصار لازم نتخرج. يلا خلينا نهرب من هون. كود بترجاكم لا تهتلوني، دخيلكم
نحن مو قتلة مثلك. احكي بسرعة لحساب مين عم تشتغلي؟ ميكاهاس عم بشتغل لحسابه. مهمتي ساعدهم ليهربوا من هون. انا رح الحقهم. بترجاكي نادي لي شي دكتور ساعديني، انا ما بدي موت. للاسف ما عاد نلحقها، ماتت. يلا اركضوا بسرعه. حاضر. صحيح فاروق، نحن شو بدنا نساوي هلا؟ برايي نخلص على غيث ونجيب بالاول. يعني ما في خواص، لازم يحشرقنوا فم بكل شيء ويضايقونا. شو عم يصير هون؟ في حدا قوص على شرطي ومريض فوق. انت شو عم تقول؟ اي مريض؟ سنان يلدز. شو؟ سنان يلدز؟ منيح، هي خلصنا من الخاين سنان. يلا خلينا نهرب من هون بسرعه لناخذ سياره هالاسعاف. ما عم صدق هدول هربوا. كدي بسرعة يلا. جدو خلص يا أولاد اهدوا بقى. جدو مشان الله لا تموت وتتركنا. خلص طولوا بالكم لا تعملوا هيك، بكفي. لك اتركني بدي جدي. خلص اهدوا بقى. جدو خلص يا أولاد، بابا المجرمين قتلوا جدو. مين يلي قوصه؟ الشباب خبرونا إنها ممرضة. شو هالشغلة يا؟ استغفر الله، ما تواخذني سيدي. شكله في عندكم خبر سيء تاني. بكهاس وفاروق هربوا. لعنوا على هالحظ. هذا اللي كان ناقصنا. يا هيك الشغل يا بلا. يا ريت لو اقدر اشوف وش نجيب هلا. هاني، فاروق وبكهاس هربوا بسيارة اسعاف نمرتها 49. فورا خبر كل العناصر لحتى تلحقها. فاروق وبكهاس لازم يرجعوا على السجن. شوف هي سيارة الإسعاف المطلوبة، خلينا نلحقها فورا. ايه شو صار؟ العمى في سيارة شرطة عم تلاحقنا. سيارة الإسعاف واقفة. سيارة الإسعاف لازم نتخلص منه شو ما كان الثمن. بس رح يقطعوا علينا الطريق ويكمشونا. ما رح يقدروا. أنا عم حذركم، وقفوا على الجنب. وقفوا السيارة بسرعة، يلا وقفوا. نداء لكل الدوريات، سيارة الإسعاف عم تتجه من منطقة كارتال لبوستانجي. قطعوا كل الطرق عليهم. أنا ماشي. ايه هاني سيدي، السيارة قريبة من منطقة بوستانجي والشباب ملحقينه. يعطيكم العافية غيس، الشباب ملحقين السيارة. ايه كتير منيح سيدي، انت خليك مع أولادك. يا عمري انا بابا. ايه بابا بترجاك تضل معنا. لا بقى تتركنا. ماشي يا حبايبي، ما رح اترككم. نحن رايحين. يلا ليلى. ايه وانا جاي معكم. يلا خيري يلا بسرعة بسرعة. يلا بابا، نحن كتير خفنا. ما توقعنا الممرضة تكون مجرمة وتقتله. كانت رح تقتلنا لأنه شفنا وشها. شو بيعرفكم انها قتلة؟ هلا ادعوا الله يرحم جدكم، ان شاء الله شي يغفر له كل ذنوبه. على قليل الزلمة تاب وحاول يفضح العصابة قبل ما يموت. اه جدو حبيبي، كيف صدق هديك الحية أرزو؟ خلص سكروا هالموضوع. ايه هاني. تفضل سيدي. قدرتوا تعرفوا هوية القتلة؟ لقينا معها هوية بس طلعت مزورة، واخذنا بصماتها وبعتناهم على الفرع. طيب رح اخذ الاولاد على البيت وبعدين على القسم. انت جيب ارانلي على القسم لنحكي معه، هذا الموضوع كتير مهم. حاضر سيدي.
خلاص يا أولاد بكفي زعلوا بك، خلينا نروح على البيت. فاروق هات لشوف الموبايل اللي أخذته من الحارس. في أعضاء ضغطوا على هيئة المجلس الأعلى مشان يحاولوا يمنعوا الانقلاب، وحتى نجحوا بالتأثير على الأعضاء التانيين وأخذوا قرار بخصوص هالشي هاد، والمجلس فوراً اختار مرشحينه، ونحن مو حاسبين حساب هالشي. بس لو إنه هالتوتر بالشارع ضل شي أسبوعين لكننا حققنا هدفنا، وشرارة الفتنة اللي كنا عم نحاول نشعلها مرة تانية ضاعت من إيدينا. لسه ما خسرنا شي، استنوا. بعد إذنك سيدي. ألو؟ زكريا، هذا أنا بكهاس. أوه، بكهاس؟ أوه. خير؟ أنتوا قدرتوا تهربوا؟ قبل شوي هربنا من المشفى، الشرطة عم تلاحقنا، لازم تلاقون لمكان نتخبى فيه لأنه دوريات الشرطة عم تلاحقنا بكل مكان. بسرعة لاقون لشئرنا نتخبى فيها. وشو صار مع سنان؟ العمر إلكن. مات؟ كتير منيح، خبر حلو، سنان اندفس وخلصنا منه. مبروك عليكي، أخيراً خلصتي منه. ايه منيح. زكريا إيمنا من هالخاين وخليك معي. يلا قليلة وين بدي روح؟ ليك الشرطة عم تلحقنا. سيدي، قال لوين بدهم نروحوا؟ قالوا لا يشغل باله، في إلنا مخبأ بمنطقة تشاكماك، أصلاً هو بيعرف العنوان، أنا رح خلي رجالنا يفتحوا له الباب. ماشي، بس أصحن يفكروا إنهم يجوا لهون قبل ما يتخلصوا من الشرطة. حاضر سيدي. عم يقلك السيد البارون روحوا على المخبأ يلي بمنطقة تشاكماك، بس بتضلوا هنيك لتتأكدوا أنكم تخلصتوا من الشرطة على الآخر، وأصحكم تيجوا لهون. ماشي مفهوم، لا تقلقوا، إذا صار أي مشكلة بخبركم. شو عم بيقول؟ مضطرين أنه ندبر حالنا بأي طريقة، نحن هلأ لحالنا. ما راح يجوا ليأخذونا؟ ما بيحق جلدك غير ضفرك يا فاروق، وإذا رحنا على المخبأ يلي قالونا عنه منكون وقعنا بالفخ، يعني مالنا غير بعض وما حد راح يقدر يساعدنا هلأ. معناتها لازم نتخلص من هالشرطة اللي عم تلاحقنا، إذا ضلوا لاحقيننا رح نوقع بإيديهم. العمى عم يسوق سيارة الإسعاف كأنه عم يسوق بسكليتي. هلأ ادعاس بنزين وبلا حكي، ما رح يفلتوا من إيدينا. لك رح يضيعوا منا، يلا سريع شوي. قدرنا نتخلص منهم. تخلصنا منهم بس شو ها؟ شوفي، الظاهر فتنا بحارة مسكرة. طلع ابني، يلا لشوف. شو هالحظ الزفت، هاد يلي كان ناقصنا. شو بدنا نساوي هلا؟ ما عاد فيك ترجع لورا، الشرطة عم بيلاحقونا، أكيد رح يكمشونا. وين راحوا هدول؟ وأنا شو بعرفني؟ الحق عليك أنت ضيعتهم. خيري وينهم هدول؟ وين صارت سيارة الإسعاف المطلوبة؟ حددوا مكانها. ضيعناها بطريق كوزاليل، بس أكيد ما بعدوا كتير، نحن بالمنطقة عم ندور عليهم ورح نلاقيهم. طيب ماشي. تعي معي لشوف. وقف، شو عم تساوي؟ اترك المرأة بحالة. يلا ارموا اسلحتكن ولا بقتل هالمرأة قدام عيونكن. انا بعملها؟ ليش عم تعمل فينا هيك؟ دخيلك اتركنا. اسكتي احسن لك. ها اذا الشرطة تركونا بحالنا منتركك. ماشي، من 60 للمركز، واحد من المحكومين اسر رهينة مع ابنا، بعتولنا عناصر الدعم. لاخر مرة بحذرك، اترك المرأة بحالة لشو؟ انتو اتركوني، انا ما في عندي اي شيء اخسره، والله بقتلها. انت مجنون ولا شو بدك منهم؟ قلي. أكيد لو ماني مجنون ما كنت هون، مزبوط؟
خلينا نلهي ليجوا عناصر الدعم. ما رح يهرب. طيب ماشي. أنا بعتذر يا سيد شرطي، لهون وبس. لا لا، يلا نهرب. الشرطة رح يجوا. طلع بهالسيارة وأنا بطلع بهاي. يلا بسرعة. مفاتيح هاتي. ماشي ماشي، لا تعصب. استعجل. مركز، خبروا كل العناصر ينتبهوا. المجرمين الهربانين راحوا باتجاه منطقة بوستانجي بسيارة الإسعاف. رح كرر مرة تانية، راحوا باتجاه منطقة بوستانجي. رح نبعت كل العناصر لهنيك. تمام. خيري ليكن هنيك قدامك. ها؟ خير، شو صار هون؟ فجأة طلعوا قدامي وحطوا السكين برقبتي، هددوني بالقتل وأنا كتير خفت وأخذوا مني السيارة. خلاص اهدوا اهدوا، أنا شرطي. سيدي هدول قتلوا الشرطيين وهربوا. الله يكسر إيديهم. شد حالك، جرحه خطير، لازم ننقله على المشفى بسرعة. خيري شو وضع هداك؟ مع الأسف يا أخي الشاب استشهد. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. أخي تقدر تحكي شي؟ شو يلي صار؟ شفتوا لوين راحوا؟ لا بس راحوا بسيارتنا. المجرمين أخذوا سيارة الشرطة وسيارتي وراحوا بهداك الاتجاه. رقم السيارة 49044. بترجاكم كمشوهم. ليلى خذي هالجريح على المشفى بسيارة الإسعاف، وأنا وخيري رح نلحقون. ماشي. يلا خيري. حاضر سيدي. يلا خيري يلا ركض. ساعدوني لنحطه بالسيارة. ديروا بالكم شوي شوي. على مهل. يا شباب، الهربانين قتلوا شاب من الشرطة واخدوا سيارة الشرطة وسيارة خاصة كمان. لساتهم حوالين منطقة كوزاريل. بس ما في أي حركة هون. العمى على هالحظ. إجا غيس، لك هاد ما رح يبطل ملاحقتي. شو رح تساوي؟ ما رح تصحلنا مثل هالفرصة مرة تانية. تركك من غيس هلأ وخلينا نروح من هون، في عنا فرصة لنهرب. لا، بما أنه فيني قتله لغيس مستحيل نروح. شبك الشرطة محاوطين المنطقة، إذا قوصت عليه رح يقبضوا علينا فورا. برأيي تروك غيس هلأ. يعني ما بدك حاسبه على اللي سوا فينا؟ منحاسبه بس مو هلأ. برأيي خلينا هلأ ننفوت بريشنا وبعدين منصفي حسابنا مع غيس. طيب ماشي، هالمرة أنا رح أسمع نصيحتك. خلينا نروح. لقينا سيارة الشرطة والمجرمين هربانين بالسيارة الثانية، مشان هيك ديروا بالكم. كل الدوريات تراقب المنطقة منيح. أمشي خيري. مو هذا أرامني توكوجو؟ ايه هو بذاته. أهلين وسهلين فيك سيدي. أهلين. ممكن تسمح لنا نتصور معك كم صورة؟ يا شباب المدير عم يستنى ضيفنا، بعد ما نطلع بتتصور ونحن مستعجلين. ماشي سيدي. معناتها بس اطلع. يسلم. لا تواخذوني يا شباب، تفضل. تفضل. أهلين وسهلين. أهلين فيك. مديرنا سيد نجيب. تشرفنا سيد نجيب. تفضل ارتاح. سألت السيد هاني ليش أنتوا بتكون تشوفوني هون، بس ما قال لي شيء وهالشي حيرني. أنا رح أخبرك، لا تشغل بالك. شو بتحب تشرب؟ منشرب شاي. على عيني وراسي هاني، وكاسة شاي لإلي. حاضر سيدي. عزبناك بالجاية لهون،
لأنه عندنا كم سؤال لحضرتك. تفضل اسأل. تفضل. شكرا لك. تفضل. هاني اقعد معنا. حاضر سيدي. تعرضت لشي تهديد بالفترة الأخيرة؟ ايه تعرضت. ومين اللي هددك؟ التنظيم الإرهابي هددني كتير. بعتقد سبب تهديدهم لإلك هو تصريحاتك الأخيرة ولأنك ترشحت للانتخابات ورفضت سياسة التنظيم. صاروا يقولوا لي ما راح نخليك تعيش وراح يقتلوني ونسحب من هالقصة، بس ما بتهمني تهديداتهم ولا بخاف منهم، منشان هيك أنا ماني ناوي انسحب. مثل ما بتعرف أعمال أركان كوندو الإرهابية كلياتها صارت مكشوفة وازداد إجرامهم. كل يوم عم نكشف معلومات جديدة عنهم، وبآخر ملفات لألون لقينا فيها قائمة لاغتيال كم واحد من المرشحين المستقلين. ما بستغرب إذا حطوني برأس القائمة. للأسف أنت هيك. أنا تعودت على تهديدات التنظيم واستفزازاتهم، ومع أني كردي بس بعمري ما رديت على كلامهم. وهذا الشيء اللي خلاهم يحقدوا عليك. هدف التنظيم صار مكشوف، بيضلوا يقولوا أنه رح يكونوا الممثلين الوحيدين للشعب الكردي، وبيقولوا أنه هن اللي رح يحلوا مشكلة الأكراد ورح يحققوا لهم مطالبهم. بس إذا شفنا أعمالهم نلاقيهم عم يفكروا بمصالحهم الشخصية وبس، يعني كل خططهم هدفها يحموا حالهم ويضلوا محافظين على نفوذهم. وإذا هالتنظيم الإرهابي قوي فلأنه الأكراد عم يعطوه الدعم. وأكتر شيء مخوفهم يجي يوم يتغير فيه المجلس وبعدين يسحبوا البساط من تحتهم، يعني ممثلين جداد يعرضوا مبادئهم. مزبوط، هنن كتير خايفين من هالشي، لهيك نحن عم نتحداهن وهنن مثل الدبان عم يحوموا حوالينا على طول. ولأني ترشحت للانتخابات صاروا يخافوا كتير، تعرفوا، لأني ضدهم وعم حارب أفكارهم. وراح تخلي المرشحين المستقلين تانين وقفوا ضدهم. ولسه الأهم من هيك، هدول بدهم يسكتوا العشائر. بس الحقيقة يلي بعرفها، الأكراد المؤيدين للتنظيم بتركيا يا دوب 30% ومو أكتر، وحتى أغلب هدول المؤيدين مجبورين لأنه خايفين التنظيم يغتالهم. التنظيم خايف إنك تنجح بالانتخابات وتحاربه. الله لا يقدر، والله إذا صابك شيء وقتها راح تقع المصائب علينا. أنت زلمة كتير محبوب، ومواقفك الوطنية بتخليك قدوة وكتار عم يقتدوا فيك، وما في حدا بيتمنى أنه نخسرك. هذا واجبي. أنتوا شو بدكم مني؟ يا ترى ممكن هالفترة ما تشارك بأي اجتماع لحتى تخلص الانتخابات؟ يعني لا تروح على الأماكن العامة بنوب، وحتى اللقاء تبع اليوم بلا. ليك سيد نجيب، أخي هاني، صار لي 30 سنة عم بتحمل هالتنظيم، انحرقت أراضينا بسببهم، وابن عمي استشهد بهكاري كمان، وأكتر رفقاتي طلعوا على الجبل، والنتيجة ولا شيء. ما حدا قدر يحاسب هالمجرمين يلي قتلوا الأبرياء، وهلأ مستحيل نخاف ونتخبى مثل الفيران. يعني لازم نطلع ونحكي كلمة الحق وما نخاف من أي شيء منوب. أنا ما بخاف من تهديدات التنظيم، بدهم يجوا يقتلوني؟ الله عطانا هالروح وهو يلي بياخدها. صح اللي عم تقوله، بس الشغلة ما أنا واقفة على روحك وبس، لأنه روحك أنت بنفس الوقت هي روح البلد. إذا خفت وهربت ساعات التنظيم رح يقوى، أنت بتلاقيها حلوة بحقي يقولوا خاف وهرب؟ الظاهر مصر تكفي بالطريق اللي ماشي فيه. وأنتوا ما عم تعملوا هيك؟ طيب معناتها رح نخلي الأمن يحرسك. بصير بلبلة، أنا بعرف دبر حالي. يسلموا. يعني متوكل على الله تعالى؟ وأنت بوظيفتك ما عم تتوكل على الله، فياريت ما تزعل مني، أنا زلمي مؤمن. الله يحميك، أنا ما زعلت منك، بالعكس هالشجاعة والإيمان اللي عندك عجبوني كتير. بس ياريت تسمح لنا نعين لك حارس ليحميك، تعرف إذا صار لك شي رح نقع بمية مصيبة، ياريت ما تمانع وتخلينا نقوم بواجبنا تجاهك. قلت لك أنا فيني دبر حالي، بس إذا حضرتك كتير مصر تحط لي حارس شخصي أنا ما رح خجلك، والظاهر أنتم مقررين هالشي. إيه والله. هاني، فرز له واحد من عناصرنا، بدي إياه يضل عم يحرسه وما يفارقه بنوب. أمرك سيدي. مين بدك؟ ما بتفرق، أنت نقي واحد. موضوع عران اللي رح ينحل اليوم، مو هيك يا صغير؟ طبعا سيدي، رح نخلص عليه، وعملية الاغتيال رح تتنفذ بنص الشارع لتكون رسالة مباشرة. كيف صار هيك؟ قالوا لك إنه المبلغ قليل؟ أنا رح حاسبهم على هالشي. طيب مع السلامة. أرزو ليش مزعوجة؟ فهمينا شو صاير؟ يلي رح يختالوا أرانلي،
القتلة اللي استأجرتيهم؟ مزبوط، عم بيقولوا إنه مليون دولار قليل على هيك عملية. يعني قديش بدنا نعطيهم؟ فوه، معناتها بنعطي هالمهمة لبارود. سيدي، أنا لساتني لهلأ شاكة بموضوع بارود. كيف يعني؟ مو هو عرض حياته للخطر كرمال إنه ينقذني؟ بصراحة حاسة إنه ما لازم نثق فيه ومالي مرتاحت له، بس ما عم بقدر أثبت شي عليه. عفوا سيدي، الموبايل. ألو. نعم. عن جد التقى مع الضابط نجيب؟ طيب شكرا لأنك خبرتنا. نجيب اجتمع مع عرانلي بالقسم. معناتها نجيب شم الريحة؟ ما بتهمني الريحة يلي شمها نجيب، وما بتعني لي أي شيء. وحتى إذا خبأ عرانلي توركوجو تحت سابع عرض، نحن رح نلاقيه ونخلص عليه. وهلأ الوقت المناسب، إذا ما قتلناه هلأ ما عاد نستفاد من موته. طيب سيدي كيف؟ جبت سرهات. تفضل سيدي. سرهات رح تكون الحارس الشخصي لسيد أرانلي هالفترة، أساساً في عنده حرس، بس أنا حابب يكون في حدا من عناصرنا حواليه ويخبرنا بأي شي بيصير معه. تلبس طقم رسمي أحسن، وبتفتح عيونك منيح. ماشي ابني؟ حاضر سيدي. بما أنه خلصنا حكي خليني أروح. الله معك. نحن جنبك على طول، يا ريت تتصل فينا إذا شكيت بأي شيء. طيب سيادة الضابط، الله يوفقكم ويكون معكم. وأنت كمان إن شاء الله. بأمان الله. مع السلامة. تفضل. يلا سرهات ورجينا همتك. كيف كان الشاي؟ تفضل. يسلموا. رح أعمل اتصال وبرجع لك. ماشي. أنت وعدتني تتصور معي بس تخلص. ماشي، فينا نتصور. هو أنا بدي أتصور. ألو. طلع أرانلي وحطوني الحارس الشخصي له. عن جد؟ إيه، هي هي الأخبار الحلوة، بتخبرنا بكل شي بيصير وبتحركاته، واستنى الأوامر منا. احتمال أنت تنفذها لأنه هدين كان سحبه. لا تقلقي، أنا بحلها. طيب مع السلامة. في عندي خبر كتير حلو، الجدبان عين وسارهات حارس شخصي لأرانلي. أوه. عن جد حلو كتير، عم ندور عليه بالسماء بس لقيناه بالأرض. معناتها خطتنا لساتها ماشي يا صغير. اتصل مع هيئة مجلس القوى الوطنية للاجتماع اليوم المساء، وأنا بدي الكل على راسي سيدي. أعزائي المشاهدين، بهاي الحلقة استضفنا شخصين كتير مهمين، الصوت الحنون يلي بيطالب بالسلام والمحبة بتركيا والأناضول، صديقنا الغالي أرانلي. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك. وضيفنا الثاني بردان شفق، معروف من زمان من جماعة المحافظين اليمينيين، بس صاير بالفترات الأخيرة عم يفاجئنا كتير بتصريحاته العنصرية لقوميته. أهلا وسهلا. أهلين فيكم. ضيوفنا الأعزاء، في شي مشترك بيناتهم غير انهم اكراد. اثنين رح يرشحوا حالهم لانتخابات مجلس الشعب بشكل مستقل. رح نبلش من عندك، ليش حابب تصير نائب بمجلس الشعب؟ يا استاذ، مثل ما بتعرفوا صاير الوضع غريب بالمنطقة باخر 30 سنة، فوضى وسفك دم، وخاصة بالفترة الاخيرة يلي عم نعيشها عم تصير كتير شغلات، وفي تطورات كتير خطيرة، ومنا ضغط القوى المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية علينا بشكل علني، وهذا يلي خلاني اترشح. ومثل ما بتعرفوا أنا بنادي بالسلام، منشان هيك قدمت حالي وترشحت بشكل مستقل لحارب التنظيم الإرهابي، وهدفي أني وصل رسالة وفكرة لهالتنظيم يلي هو وراء كل المشاكل بالبلد، وبدي أخلي الناس الوطنيين يتشجعوا وما يخافوا، وحتى أنا بطالبهم يساعدونا. يعني أنت قصدك الشعب الكردي المقهور ما يطلع ينادي بحريته؟ ما حدا بيمنعهم من هالشي، ولازم يطالبوا بحريتهم، بس مو عن طريق التنظيم الإرهابي. وترشيحي للانتخابات لنحل هالمشاكل بطريقة سلمية، وبدنا نلاقي حل لمشكلة التسليح العشوائي. للأسف أخونا ما عم ينادي بمطالب الشعب الكردي،
لانواتي اللي بيحكي بهالنمط هاد غايته يتقرب للحكومة ويمسح جوخ مشان يبيض وشه وبس. انت منين عم تجيب هالحكي؟ ماني بحاجة مساعدة حدا ولا لبيض وشي، وما بمسح جوخ لحدا لحتى وصل لهدفي. انتو عم بتنافقوا لتبينوا انكن خايفين على الشعب. لا تغلط بالحكي. واحد مثلك من المحافظين اليمينيين ليش ليغير توجهاته؟ شو صار لغيرت حكيك؟ ليش غيرت مبادئك يلي كنت عم تنادي فيها؟ برأيي التعب والشغل يلي انت قدمته بحياتك لا تخليه يضيع بانتمائك للتنظيم. لما توقع ما حدا منهم رح يدافع عنك، وبعد ما تنتهي صلاحياتك عندهم رح يصفوك. تعرف شغلي؟ انت مانك كدي، وقوميتك الكاذبة حكي فاضي، وكلنا منعرف انك زلمة منافق وكذاب، وانت ذنب للحكومة. لا تغلط بالحكي. يا سادة لو سمحتوا اهدوا شوي. المنطقة هادية كتير. إن شاء الله ما يصير أي مشكلة. بس بتصدق هالزلمة أبضاي؟ ما كنت بعرفه، تفاجأت فيه. والله إذا كان كردي ولا لازي ولا شركسي ولا شو ما كان، إذا كان أبضاي وعم يحمي شعبه ووطنه، والله بفتيه بروحي وبقلبي. هيك زلمة بيستحق الاحترام. خلينا نعمل جولة حوالين المنطقة، أنت روح من هالطرف. سيد مسار. نعم ممدوح. أنا بالمكان يلي رح يصير فيه الاغتيال. ايه كتير منيح، انتبه ودير بالك. افتح لي عيونك على الآخر ها، واصحك يصيب ولا أران لي أي شي. إن شاء الله ما بصير علي أي شي، لا تاكل هم. سيد مسار. نعم ممدوح. أنا بالمكان يلي رح يصير فيه الاغتيال. ايه كتير منيح، انتبه ودير بالك. افتح لي عيونك على الآخر ها، واصحك يصيب ولا أران لي أي شي. إن شاء الله ما بصير علي أي شي، لا تاكل هم. ليش بتصير الديمقراطية بهالبلد من دون أوامرنا؟ الديمقراطية ما بتصير إلا إذا نحن بدنا. نحن منخرب البلد ونحن منزبطها على كيفنا. اطلع على أران لي، عامل لي حاله مثالي. بتصدق أنا مو كتير مبسوط من يلي عم اسمعه، وللأسف الزلمة معه حق بكل شي عم يقوله. أغلب الأكراد مؤمنين بهالدين يلي عم يدعي للسلام، وقد ما حاولنا ننشر الفتنة بيناتهم ما عم نقدر. سيد مسار، أنا متأكد إنه السبع غيس قاعد جنبك. آه، وطبعاً نجيب معكم كمان. قبل ما أنسى بدي أقول للسيد نجيب إنه أكل السجن سيء كتير ومو طيب نوب. عمل لك زيارة لعنا لندوقك أطيب أكل. آه طبعاً، رصاصاتي. لا تاكلوا هم، ما رح حط جواتها سم. أنا حطيتها. طيب شو حطيت هنيك كمان؟ ولا شي، أنا بس غيرت اللمبة. يعني أنت ما حطيت جهاز للتنصت؟ سيد مسار، قدرت تحدد المكان اللي رح تتنفذ فيه عملية اغتيال بردان شفق. برافو عليك يا عاطف. شايف سيدي، خبيرنا الأصلع بيطلع منه. وين رح تصير عملية الاغتيال؟